توقفت امام ورد عليها بشكل سريع استاذ عماد الدين حسين، توقفت امام تصريحات ابو مازن. هل استلام حكومه ابو مازن مهام القطاع والمعابر وارد؟ هل حماس هتوافق؟ هل العدو الصهيوني وهذه الدولة المارقة هتوافق؟ وهل ده ممكن يبقى بداية حل؟ خليني أرحب بدكتور حسن سلامة. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير يا أستاذ عز، أهلا وسهلا. بدأت مع حضرتك بثلاث أسئلة حول تصريحات أبو مازن. هل وارد أنه حكومة أبو مازن تستلم الضفة وتستلم غزة وتستلم المعابر وتدير؟ هل ده وارد؟ شوفي، الشرطة الفلسطينية بتعلن دايما استعدادها للقيام بهذا الأمر، وفي المقابل الحقيقة أنت عارفة أنه في يعني مطالب أمريكية ومطالب دولية بين قوسين يعني إعادة هيكلة هذه الشرطة. ويمكن كان أحد صور الاستجابة زي ما حضرتك تعلمي يا أستاذ عزة فكرة تغيير الحكومة. نعم. وتكليف السيد محمد مصطفى بتشكيل حكومة كفاءات جديدة على اعتبار أنه في الحالة التي يتوقف فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على وجه الخصوص يبقى في استعداد للسلطة الفلسطينية أنها تقوم بدورها وتحل محل حركة حماس، لأن ده أحد المطالب المهمة بالنسبة لإسرائيل. نعم. أنها تحاول تدمير بنيتها العسكرية يعني كما يقال، وفكرة القدرة على السلطة أو الحكم اللي هي مسكها من 2007 حتى قيام العدوان في 7 أكتوبر الماضي. نعم. فكرة جاهزية بقى السلطة الفلسطينية ده سؤال الحقيقة لابد أن تجيب عليه السلطة الفلسطينية ذاتها نفسها. هل هي لديها القدرة بالفعل على أداء هذا الدور، بمعنى تلبية احتياجات هذا القطاع الكبير من الغزيين؟ انت عندك 2.5 مليون تقريبا من سكان القطاع موجودين ولهم مطالب كثيرة جدا خصوصا في أعقاب هذا العدوان. انت العملية اللي هتقوم بيها السلطة هي عملية إدارة إعادة الإعمار. إدارة إعادة الإعمار دي مسألة ليست سهلة، لأنه طبعاً. حوالي 70 أو 80% من القطاع كما تعلمين تم تدميره. صحيح. يعني البيانات الرسمية بتشير لأنه هذا العدوان استهدف حتى البنية التحتية، لا في قطاع طبي ولا صحي ولا مستشفيات ولا تعليم ولا مياه ولا صرف صحي ولا مساكن ولا أي شيء. يعني أنت هتبدأي كأنك تبدأين من الصفر. لدرجة انه التقديرات بتقول انه حتى يعني ازالة الركام الناتج عن العدوان الاسرائيلي قد يستغرق اعواما، فما بالك بقى بفكرة اعادة احياء القطاع مرة تانية واعادة تأهيل الغزيين نفسيا. يوميا الحقيقة يا استاذ عزة تشهدي هولوكوست حقيقي. صحيح. في اتجاه الفلسطينيين العزل من النساء والاطفال، محرقة حقيقية يتعرض لها سكان القطاع. بأي ذنب؟ بالضبط بالضبط الحقيقة. ودون رادع يعني خالص. كل يوم الحقيقة توجهي النداءات إلى المجتمع الدولي وتوجهين النداءات إلى الإدارة الأمريكية، ولكن يبدو أن هناك تواطؤا كبيرا طبعاً. ما بين هذه الأطراف جميعا مع مؤكد. سلطات الاحتلال الإسرائيلي. نعم. طيب دكتور حسن، يبقى معنى كده أنه حكومة فتح هتحتاج، يعني خلينا نقفز خطوة، هتحتاج دعم عالمي لو ده حاصل. هل هيكون بانتخابات؟ وهل حماس هتوافق؟ شوفي، المسألة هنا مش مرتبطة بقى برغبات، انت مرتبطة بواقع. هل انت ترغبين بالفعل في انه نخطو خطوة حقيقية الى الامام بالانتقال من مسار الصراع الدائم ومسار العدوان المستمر اللي بيعاني منه الحقيقة المدنيين اللي موجودين من سكان القطاع؟ يعني اللي بيشهد هذه المأساة الناس اللي ملهاش ناقة ولا جمل في الموضوع. صحيح. صحيح. يعني الصراع حتى إذا كان صراع فصائلي داخلي فلسطيني ما بين حماس وما بين فتح من 2007 لغاية النهاردة، وكان الانقسام ده أحد أسباب تكرار العدوان الإسرائيلي حتى على غزة على وجه الخصوص، لأن النهاردة لابد أن نقف كده. طرحت عليك أستاذنا فكرة هل حماس هتوافق؟ أصل ضمنا لو وافقت حماس يبقى إحنا كده حصلت المصالحة الفلسطينية. بالضبط. هل حماس مش بس هتوافق يا استاذ عزة، انت عارفة انه في مطالب لنزع سلاح حماس بان تتحول من حركة مقاومة مسلحة الى حركة سياسية على شبيه ما حدث في حركة فتح. تمام. ده مسألة لابد ان يراجعها الجناح السياسي والجناح العسكري في حماس. يعني واضح انه في فجوة ما بين الجناح العسكري والجناح السياسي، لانه الخلاف حتى حول ما يطرح من مقترحات بين قوسين للتوصل الى هدنات.
قد يقبلها الجناح السياسي وبيقول ان هو بيتعامل بإيجابية مع هذه الاطروحات، او الجناح العسكري اللي بيصر على مطالبه وفكرة الانسحاب الكامل وفكرة الوقف الدائم لإطلاق النار وغيره، عدم التحرك الى الامام بل الحركة. ولازم هنا الشعب الفلسطيني يبقى ليه كلمة طبعاً. حاسمة طبعا العبرة بالمواطن الفلسطيني يا استاذ عزة. النهاردة نحن لا نتحدث عن فصائل، مش معقول ان احنا عندنا 13 فصيل فلسطين. لابد ان تنضوي هذه الفصائل الان تحت راية واحدة لمصلحة المواطن الفلسطيني. نعم. ويمكن حضرتك تتذكري انه الدور المصري في هذا الاطار وفي طول مجال المصالحه الفلسطينيه طول الوقت غير عادي. نعم. بالضبط طول الوقت الحقيقه تستضيفين الفصائل وتتعاملين مع الفصائل وتقدمي اطروحات ويتم توقيع اتفاقات، لان مصر عارفه انه دي بدايه الحل. بالضبط. نعم. وده المنفذ اللي بيدخل منه يا استاذه عزه الاسرائيليين. حضرتك تعلمي يكون دايما يقولوا انه لا يوجد طبعًا. ولا يوجد مفاوض، لا صحيح. يوجد مفاوض فلسطيني ولا توجد اجنده فلسطينيه موحده. لا، انا بقول من خلال حضرتك اهو، احنا محتاجين اذا كنا فعلا نريد ان نخطو الى الامام مش بس وقف العدوان وحقن دماء الفلسطينيين، لا مطلوب كمان اللحمه الفلسطينيه، مطلوب وحده الصف الفلسطيني، حان الوقت، مطلوب موقف فلسطيني موحد واجنده من واحده من قبل الشعب الفلسطيني طبعا لصالح المواطن الفلسطيني. نعم. ولصالح القضيه. حضرتك تعلمي مصر بذلت وما تزال وتحملت وما تزال العبء الأكبر لحماية وصون هذه القضية. نعم. حتى اللحظة التي نتحدث فيها وسوف تتحمل هذا الأمر، ولكن آن الأوان أن يتحمل أيضا الفلسطينيون، وهنا أقصد الفصائل. نعم. أنا أقصد المواطن لأن المواطن يعاني. نعم. الفصائل جميعا أن تؤدي واجبها لصالح المواطن الفلسطيني إن كانت بالفعل تسعى لصالح القضية الفلسطينية. مفهوم مفهوم. طيب نيجي البلكن، كلمة بلينكين عفوا، قال انه قرر زيادة الدعم الفلسطيني ل 440 مليون دولار، ده امتى؟ بعد ما يخلصوا يعني بعد ما هذه الدولة المارقة المغتصبة دولة العدو الصهيوني تخلص على الشعب الفلسطيني بعد ما يحققوا اهدافهم يا استاذ عزة. مش اهدافهم قال لك احنا لن نوقف العدوان الا بعد تحقيق الاهداف، تمام؟ وبعدين خليني اقول لحضرتك على حاجه، انا في كل مره الحقيقه يزور فيها بلينكن المنطقه الناس بتضع ايديها على قلوبها. ليه؟ لانه في كل مره رغم التصريحات يعني البراقه اللي بيقولها، انت تجدين مزيدا من التصعيد في حق الشعب الفلسطيني، مزيد من العدوان، كانه بيعطيهم مزيد من الضوء الاخضر لاستمرار هذا العدوان. ده يعني اللي بيحصل، ده اللي بيحصل بالظبط. أيوة. رغم انه ما يتردد يقول لك احنا تلقينا اشارات ايجابيه من اسرائيل وتلقينا اشارات ايجابيه من حماس، هذا الكلام كله انا بعتبره الحقيقه للاستهلاك الاعلامي، لانه اذا اردنا ان نوقف هذا العدوان لاستطاعت الاداره الامريكيه الان. يمكن الانتخابات الامريكيه تلعب دور، يمكن حاله الارتباك او النفاق السياسي اللي بتمارسه الاداره الامريكيه بالزبط. الان في مغازله الاصوات المختلفه. نعم. سواء العرب الامريكيين او اليهود الامريكيين بتلعب دور، لكن ان ارادت لاستطاعت وقف صفقات السلاح، وقف الدعم المالي. نعم. وقف دعوه نتنياهو لالقاء خطاب في الكونغرس يوم 27/7. نعم. هل تتصوري حضرتك انه يدعو رئيس وزراء سلطات الاحتلال لإلقاء بيان أمام الكونغرس؟ طب لماذا لا تدعو أيضا الأطراف الأخرى المغبونة أو الضحية؟ الناس تسمع نعم نعم، يعني هذا الكلام غير معقول. أيه. انت النهارده بتتبني السرديه الاسرائيليه المرتبطه بانه اسرائيل هي الضحيه في حين انها هي الجلاد. نعم. يعني النهارده الدور المصري والاعلام المهني اللي حضرتك بتمثلي احد رموزه الوطنيه ولازم نوجه لك التحيه عليه الحقيقه، لعبت دور مهم جدا في تصحيح كثير من الصوره الزائفه اللي بيقدمها سلطات الاحتلال الاسرائيلي. نعم. انا بقول لحضرتك الاعلام المهني المصري مره اخرى كان له الدور الاكبر في تعديل كثير من الصور الزائفه. انت تعلمي ان مصر كانت مستهدفه والفلسطينيين طبعاً. مستهدفين طبعاً. من اله الاعلام الماجوره الزائفه، مش هقول لك اله الحرب لانها نعم. احد ادوات الحرب. أيوه. اله الاعلام الماجوره وشبكات كتير جدا كانت تقدم صورا زائفه واستخدمت الذكاء الاصطناعي واستخدمت صحيح. كثير جدا من الامور للتاثير على الرأي العام العالمي. ده طلع بايدن اتكلم كانه واقع بعد كده، قال انا ما شفتش. قالوا لي ان في رؤوس اطفال لطارت. خليني اقول لك حاجه يا استاذ عزه معلش وعلى مسؤوليتي انا. الاداره الامريكيه مش بس في تواطؤ، لا كاذبة، في انفصال عن الواقع، كاذبة بالظبط، في انفصال كبير جدا. نعم. تكذب كذبا شديدا لدرجه انها بتصدق هذه الاكاذيب.
يعني احنا متعودين على الاسرائيليين ان هم يكذبون ويدعون ويصدقوا. عارفه الدعايه بتاعت جوبلز وزير الدعايه الالماني؟ أيوه. اكذب 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 حتى يصدقك الناس. بالظبط. دي ده السيناريو اللي بتتبعه شرطه. ده السيناريو الحقيقه اللي بتتبعه شرطات الاحتلال. دي السياسه اللي بتتبعها امريكا بتتبعها ويتبعها العدو الصهيوني. بالظبط. بالضبط. حتى الآن ما يحدث هو مزيد من دماء الفلسطينيين، مزيد من الشهداء، مزيد من المصابين، مزيد من المفقودين، مزيد من التدمير، مزيد حتى من حالة الانهيار للقضية الفلسطينية لولا الدور المصري الصامد والحاسم في هذا الأمر. أقول لك على حاجة يا دكتور حسن، من يوم 7 أكتوبر وإسرائيل أنا شايفة ارتكبت في حق شعبها إجرام، ألا وهو إيه؟ ألا وهو إيه؟ في رأيي إن هي زودت وأكدت كره الشعوب الكون وكره شعوب العالم للشعب الإسرائيلي. مش مهم يا أستاذ عزة، أنت عارفة هذا الكلام بس ده مهم للمستقبل، ده مهم للمستقبل. ما هو ده نتنياهو يا استاذ عزه، ده نتنياهو اللي حاول ان هو يتمسك باهداف السلطه حتى اخر لحظه، لو ضحى بالشعب الفلسطيني كله والشعب الاسرائيلي كله بين قوسين وضحى بشعبه كره العالم بشعبه. بالظبط بالظبط. يعني فكره معاداه الساميه اللي هو بيتكلم عليها دي، لا اكدها النهارده بهذا الاجرام الكبير، بهذا العدوان السافر الغاشم، كمان ايدها بالمنظومه الاخلاقيه الدوليه التي سقطت. صحيح. المجتمع الدولي اتعرى قدام نفسه اولا وقدام الجميع ثانيا. نعم. امام نعم. هذه الكارثه الانسانيه ما عادش حد بقى يتكلم عن حقوق الانسان، ما عادش حد يتكلم عن المنظومه الاخلاقيه، ما عادش حد يتكلم عن حقوق الاخرين. هذا الكلام كله ما لهمش عين خلاص. بالظبط. ولا حتى القانون الدولي للاسف الشديد ولا حتى القانون الدولي اللي احنا كنا بنقول لا ينبغي ان تكون هناك حاله من حالات التوازن والقانون الدولي والعلاقات الانسانيه. لا كل هذا الكلام اللي درسناه اللي انتوا علمتوهولنا، وانت واحد منهم علمني حاجات كتير الحقيقه. لا ربنا يخليك. للاسف يعني احنا اكتشفنا انه المنطق الحاكم هو منطق القوه وليس بالزبط. منطق القانون. صحيح. والقوة الغاشمة التي ليس لها رادع. صحيح. لولا الدعم المطلق واللا محدود من الإدارة الأمريكية. نعم. ما كنا نشهد هذا العدوان السافر على مدار 9 أشهر يا أستاذ عزة، 9 شهور المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا ويستمر في علاقته مع بين قوسين دولة معتادية على شعب أعزل. صحيح. مدنيين يعني. بالظبط. النهارده كلمه الرئيس كشفت كل حاجه لما بيقول. نعم. لحضرتك الشعب الفلسطيني يقع تحت حصار مخجل. صحيح. للضمير العالمي الانساني. دي كلمه معبره جدا جدا, جداً. كلمه معبره جدا جدا. نعم. ازاي الضمير العالمي يسمح لنفسه باستمرار هذه الكارثه؟ نعم. ازاي احنا كل اللي بنشوفه تصريحات اعلاميه، لما تيجي تقارني ادوار المجتمع الدولي بالدور المصري، انا اعتقد ان الدور المصري يعني يستحق الاشاده بدرجه كبيره جدا. طبعا احترام والتقدير. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ عزه، الدور المصري، دور المصري لا مزايده عليه. لا مزايده عليه ولا بديل له. لا بديل، يعني ما تقوليش ابدا انه في القضيه الفلسطينيه في بديل عن الدور المصري. في بديل يقدر يحل محل الدور المصري؟ لا يمكن. لا يمكن. مع احترامنا للجميع وكل الدول طبعا. صح. مع احترامنا ليه؟ لان الدور المصري له مصداقيته. نعم. لان الدور المصري حين يتحرك لا يتحرك باجنده. نعم. وانما يتحرك لصالح الشعب الفلسطيني ولصون الامن القومي المصري اللي هو عماد الامن القومي العربي. والرؤية الدولة المصرية من أول يعني من دي وان في 7 أكتوبر هي الرؤية اللي تم تحقيقها أمام العالم كله. هي الرؤية اللي ثبت صحتها يا فندم. ثبت صحتها. هي الرؤية اللي ثبت صحتها. نعم. مش من اللحظة الأولى الرئيس السيسي حذر من تصعيد الأمور إقليميا. ده اللي احنا بنشهده النهاردة. وشوفنا. ده نتيجة عدم الاستماع للرؤية المصرية. النهاردة قادة العالم كلهم يعني إما أنهم يحرصون على الحضور إلى القاهرة للاستماع لرأي القيادة أو يلتقون بالقيادة المصرية في المحافل المختلفة. صحيح. ومن بينها آخرها المؤتمر الخاص بالاستجابة الإنسانية اللي بيعقد في الأردن. نعم. ده أعتقد أن هو ده في حد ذاته رسالة مهمة أن مصر ستظل
داعمة للقضية الفلسطينية، لأنه مؤتمر الاستجابة ده بيقول أنه أحد أدوات العدوان هي سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لابد من إنفاذ المساعدات لأن إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية بإغلاقها كل المعابر. معبر رفح لم يغلق يوما واحدا إلا في لحظة الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من هذا المعبر. وكان ليه رسالة، ورسالة قوية. بالضبط بالضبط. شكرك دكتور حسن سلامة، بشكرك فن، تشرفت بمداخلة حضرتك معي.